سؤال حلقتنا النهارده بعد رحيله من النادي الاهلي، ايه رايك في عوده محمد عبد المنعم الى صفوف الطايره في نادي الزمالك؟ يوسف الجندي، محمد عبد المنعم لاعب كبير لكن رايي مش هو اللاعب اللي يقدر يفيد نادي الزمالك في الوقت الحالي، وتحياتي ليك. بشكرك يا يوسف. محمود رأفت، هو لاعب موهوب والزمالك لازم يسرع في التعاقد معاه. سعيد، بالتأكيد هو لاعب موهوب لكن ما توقعش انه هيعمل حاجة مع الزمالك. عبدو حسن، مساء الفل عليك، بتمنى طبعا يجي الزمالك، لاعب كبير، وبالتوفيق لعبد المنعم في اللي جاي.